اليوم يمكن يكون مليان. ايه بشوف انا الاربعاء اول خميس يمكن كل يوم في ضيوف يمكن الاربعاء صح. تركي 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 موسى وين بتروح؟ غداء ها؟ انا عارف انها مدبره. خلاص دع لحم مفروم الحاله بدون مكرونه. باخذ لي فاكهه ولا جيب لنا خس معك خس خس ها؟ السلام عليكم. هنا لا والله والله احمد امسال بدوره في المطاعم. كم لي على جبنه وخبز؟ خبز جبن اقسم بالله العظيم. شوف 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 كيف جبنه وخبز بس احس بسعاده. انا كانت تميز لحالك تميز مع شاي لحاله. اقسم بالله احس بسعاده والله. السعاده شوفتك حمي غير على سعاده والله شوفتك. بعضهم كذا يعني لا بعد نعطينهم 62 يا شيخ حرام فيهم 22 احنا كم فرق عندهم بس 7 درجات. ذيب تعال تعال معك خبز كثير صح؟ كنت ماشي بطريقك كلها اثنين نكذب عليك تعال. الله ما اطعمه. ايه شو يسحب علينا ذا؟ جاك الموسى تعال جاك 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 جاك. هل تعلم فهد عينت شيء؟ عينت شيء؟ السلام عليكم. يقول عينت شيء اكل شيء داخل. ذوق من عند لا من عند حسيب. حسيب حسيب برا ذوق. روح لذوق ذوق. طيب هلا هنا ولا هنا ولا هنا دوله شيلته حلوة ها شيلته رهيبة. ايه انتم وش اللي حركك البارح؟ اشوف بالشاشة ما ادري وش قمت تنقزون. الزيت حرقني ولا عليه خلوه. خل قزوي ينفعك. حطيت مرهم قبل شوي. خل قزوي ينفعك. نوار غداك وين يا مسلم؟ لا تاكل لا تاكل ما انصحك. ما تنصحني؟ والله ما تعين خير. 60 ها؟ مطعم 62 الحمد لله الحمد لله على النعمة والله صدق يا أخي. طلحان لما تجيك الجوع هنا ولا برا؟ يجيك الجوع بعض الأحيان. أنا جوع قمت أرتجف في ذي الجوع. فكر كذا أنت عارف بتاكل شوي. خذ جيبهم من الحزام شايفين محل ملابس ما عندنا حزام. حلو عارف انك تاكل عارف انك تاكل شوي. اسمعني هيثم عارف انك تاكل شوي نص ساعه ساعه بكره بتاكل. تلقى شيء طار بس اكيد تاكل. يا اخي اسال اللي ما عندهم اكل واللي اللي في مجاعات يا اخي صحيح. كيف نفسيته؟ صحيح هذا احنا ما تغدينا وقمنا قمنا دين وقعدنا. كيف الغداء؟ تعال ذيب ذي الزعجة ما باك. والله باك والله. كيف الغداء يا شباب اليوم؟ أبيك أبيك أبيك. والله تجينا والله. كيف الغداء اليوم؟ حصلته. غدانا اللي سويناه حصلته إيه لا؟ إيه لا؟ ما أدري والله لا. لكن غدانا والله ما أدري إيش اللي. تبين ولا تبي خلاص؟ أعطيك 62 بعد. شوف شوف أبي أضبط لك أبي أضبط لك كيف. لا سارة 62 أعطيك. خلنا نكسرها. أحسن يعني. كيف الغداء يا ذيب؟ إيش رأيك فيه اليوم غدا؟ أنت ما تستحي تسأل السؤال ذا؟ نه؟ ما تستحي؟ ليش استحي بوجهي شوي انا استحي؟ شايف صناعتك كيف سويت فيها؟ ها؟ صناعتي؟ هذا طال عمرك تدري الناس يتمنون ياكلون من يدي تدري ولا؟ من اللي يتمنى؟ والله اني مدعو عليه. لا توصل ربك. والله اني مدعو عليه مسكين. يا اخي هذه حالات الاكل لازم يكون فيه يعني يمكن ابو معيض يكسر حاجز ذا. الله عليك ام الاكل تنزعل. ليه؟ ها؟ 62 معطينا 62 عليش الجمهور الله يرضى. لكن ابو علي حرام يعطي زكاه. الله العظيم انه مجاملكم مره 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 اقسم بجلال الله
ها اقسم بجلال الله لا لا خل احذف حزام بعيد اقسم بالله الموضوع اوكي بس 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 اقسم بالله وانتم حتى كلكم ما اكلتوا يا اخي اقسم بالله تو اول مره نطبخها انا ما اطبخ حزام بس على الاقل سويت شيء خلاص شباب معطيني 69 انا اكلت منها انا اكلت منها كبسه وما ادري ايش كل نعرف نسويها حزام الدجاج كل نعرف نسويها سهله انا اقول بيض الله وجهكم وجهك ابيض الله يسعدك لكن لا تطبخون الحمد لله ان الرزق من الله من خلقه الحمد لله أيوة لكن خلق شهداء في الأرض ها اقول عيشتكم ما كلتوها تبون ناكلها لكن خلق شهداء على الاقل احنا ناكل امس الشباب كله مكلوه كله مكلوه الحال لحم مفروض ما ادري هو مهلبيه هو مريس عريكه هو هذه اسمها طبخه هاي طبخه اللي شو يسمونها طبخه الجديد ايش فيهم ازعاج ازعاج عمي ازعاج ايش اسمه هذه الطبخه طال عمرك جديده باقي ما نزلت حتى في ما حد سواها قبلنا هذا مصيبه حتى اقولكم ها يا اخي كله لازم ما حد سواها ولا احد يسويها اصلا شوف شوف في المطبخ في المطبخ يا حبيبي لازم انك تبدع وتسوي اكله جديده خلينا فرض انك نفس الاكل نفس الاكل الله يديمها من نعمه والحمد لله لكن لازم تبدع باضافه جديده لازم شكرا يعطيك العافيه على الابداع ما كليتوه وين الابداع في الموضوع لا ترى لا تصها ربك كلينا منه ما كليتوه لا احنا شوف احنا شوف الصحون في انتم تاكلون انتم تاكلون احنا كلنا واحنا نطبخ كلنا طماط وخيار سير اكلت والله ما اكلت هذا يا اخي ليش كذا يا اخي قسم بالله ذبحنا الجوع يا حرام قسم بالله يا عمري يا رجال انا اطبخ زين انزل والله تمام اصبر اصبر بالله خليني بس بكلمه اطبخ زين قطع البصل تجي بالصدق بالصدق سايب احنا كنا مبدعين لكن نوار لا ما اقدر يتعود علي نوار هو اللي عفس الدنيا الله يصلحك والله كنا استغفر الله العظيم يا رجل والله انك ما تديرها والله انك ما تديرها مغير الدربي راسك هذا العيشه ولا تعرف تسوي شيء العيشه كيف دربي راسك العيشه شايف الدجاج انا والله يطبخ كيف دربي راسي على العيشه شو تروح هنا وهنا بالفيت اني اشتغل والله لا حولك شغلهم يحزنون ليه اليوم انت مسوي مكان ليه تعود علي الحين يوم قام يحشرك بس سؤال كيف دربي راسك العيشه اسلم ليه اسلم والله ما يتقبل النقاش لا والله الوضع مزوح يا اخوان كيف مزوح بس سواء انا جالس افكر راسي كيف دربه في العيشه كيف دربي راسي العيشه كيف يعني كذا يعني وسط دربي راسي يعني يمشي يطبخ هنا ويطبخ هنا ويطبخ هنا طيب ما يعني شيء محدد يعني متفاعل قاعد اسوي شيء اي متفاعل ارحم شباب لا تجي معي لا هي مو فعاليات هي لو ناديتني انا والله ما اجيك ولا طبخت زي الطبخت زي الناس اسالك بالله ايش لعبه؟ هل طبختك قبل شوي؟ ايه لا والله صادق قلت لك تدربي راسك والله انا صادق ليه ما سويت مع المكرونه تبيع طماطم وحمر وحطيته زين؟ لا شوف بقول لك شيء انا ليه ما حطيت معها معجون احمر؟ انا كنت بشغل مخي والله بس لمسات خفيفه لاني عارف ان طبخي ما عارف نوار أطلع. نوار رجال اللي يطبخ انوار ارحب اسمع مساله الطبخ انا كنت بسوي من عقل لكن انا جريت وجهت من بجاد فصعبة خالفه الله ايه صعبه جدا الناس يشرحونك يظلونك على كيفهم هات لك يومين وانت ابشر بالطبخ ابشر حق طبخ بقطع امس انا العظيم المكرونه هذه اليوم يعني بالعكس انتم المفروض تبدعون والله العظيم يعني سهله جاكم اتصالات ما عمري جاكم اتصالات سهله على الطبخ مويه ولينها وطماطم وشويه ابو معين ما يحتاج يلين المكرونه انا ما والله ما اكل ولا داني ولا دا الله يعزنا لا صفر بس لا اوكي لا انا نعم ما نعم اكل بس الله يديم عندنا يقولون ما تبينا مثل الكاس هذا في شاهي مثلا انا ما ابي الشاي مو ان اي ما يقول الشاهي ذا ما يبيني انا المكرونه ما تبيني الفاضي احسن من الفاضي شفت انك مدبر حتى في الكلام مدبر اعوذ بالله عيال طمس انا جاي تعديل علمت عيالك في تعديل كذا 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 راح ابو معيض ما طبقت لانهم هم مسحين صح زبده انا كاني اني جوعان شفتوه ما يحتاج لا بروح اوضح يمكن يا اخي يمكن اتصرف في خطا دقوا علي وجوني ما سويت لاني انا اعرف يعني انا يعني اتصرف لا مو قالوا كذا قلت احنا فريق متكامل الله اكبر فريق ضايع بس الفريق هذا دايخ هذا اللي دبره انوار الله يصلحك انوار يصلح الجميع انوار يقول في فريق انوار ما ادري كيف ادربي راسي وناصر عبد العساف لا ليش ادربي ناصر؟ قلت لهم خبز حطوه مع جبنه ما اعرف ايش لا تدري ايش الزود؟ تدري ايش الزود؟ ما ودي زعل الرجال منه الله يصلحه خلاه يزعل الله يهديك يا نوار الله يصلحك المفروض ما يا ناصر دبيه وراك ادربي راسك في الطبخ وراك ادربي راسك امسك قدرك وصلح طبختك
واترك الرجال يصلح سلطته. التنطط في كل مكان يا رجال بيقطع لي شو اسمه ذيك الكوسه ما ادري الباب ترى هذا بيقطعها بيحطها مع السلطه. خيار يا اخوي وش اللي كوسه يا اخي ما اعرف يسولف خويكم ذا اقسم بالله انه خضره ما له دخل في الخيار ذا مريض انت عساب كيف تجي كذا الحين تعال يا عساب تعال والله العظيم انك بديله ما شاء الله عليهم يعرفوني مقلوبه لكن يعرفون العلوم هذه نواف بعد كل شيء انا والله اني اعزك وقت غبا ترك وانا دخل معزه بعد كلام دخل معزه بعد كلام بدون تقدير والله انه احنا نتكلم عن منتج قدمته لنا زي وجيهكم لا اسمع اسمع شوف اسمع ساير انصحك لا تعتمد ايدك والله جوعاني محمد والله العظيم محمد نبه بطن تركي طا 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 انا بالحرام ما قد سمعت صوت لا تقول علي بالحرام اسحب الكلمه اسحب الكلمه والله اني استغرب اول مره اسمع بطني هذا والله من جود الطباخين ها ذا الله يجزاه خير جيب الخيار بالله مو بخيار شفت سلطه مو بخيار ايش بك ما ادري سلطه جديده هذه جديده في الاسواق هذا صدر جديد ايش السلطه مسوينها ما ادري يخبزون على عيال بالله التبوله اللي فيها ابداع ما تسمع لها عيال سلطه افريقيه عيال عيال ايش رايكم بالكبسه اللي طبخت لكم اخر واحده مدحناك الف مره خلاص خلاص اشغلتنا لا لا خلاص سلبي اشغلتنا اللهم صل وسلم على النبي لك اشغلتنا انت ليش انت ليش سلبي ليش سلبي ماني بسلبي لك اشغلتنا كل يوم انت انا غلطان كنت بطبخ لك اليوم بطلت لا تكفى يرحم ابوك تكفى يا ابي سقها خلاص شباب احنا بنسوي حل الموضوع هذا لازم نسوي حل اللي ما يعرف يطبخ يرقد تكفى لا لازم يطلع عنده برنامج ينخصم عليه لا خله ينخصم عليه ولا ما يستاهل ما هذا يكون الحب الخوي اللي تحزم به العساب بيض الله وجهه صبت على شاهي وخبز ايه الليله الليله طبخهم جاي الليله يا محمد ان شاء الله ان الله شارب يسوي كبسه هنا شاهي ان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله باذن الله ارجع للمطبخ انا سكر ذا كله هلك جاهز بعد العشاء اول ما اجي المطبخ تجي غلط صدق ترى هي غالي كبسه يدام في النهايه هي امكانيات يعني انت شايف ان امكانياتك ضعيفه راح ارقد طيب سؤال 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 بقول لكم شيء ليش افتحوا المطبخ وسووا عشان ناكل زين عشان ناكل زين مو النعمه مرميه عشان تتفنن اسالك بالله صنف لي الوجبه اللي سويتوها ايش هي من الاكل اسمها البشري. طال عمرك اسمها ايش اسمها بربر بربر خليك بالبربر تدري ايش يسوونه اسمر تدري ايش المفروض يسوونه سباجيتي ايوه المفروض تخيل تركي 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 موسى يعني انتم متولين على بجاد يعني انتم ما تفهموا شيء انا والله الرجال انا لا والله انا ما انت براسك بلا ما في راس بلا والله انت القائد انت خربتهم والله خربت عيالنا اكل فلفل مسكين انا خربت عيالكم محمد شاقري كانوا يطبخون جيب معك اي شيء في المطبخ اي شيء غير اكل خربت عيالنا لو بطاطسني يا شيخ لو ايش فيه عطنا الا اللي بطبخها سواها ايه جيب معك شويه طماطم ساده جيبه من زين الدبره يا رجال اجيب اسمع اسمع من زين الدبره رجال جايب الكتاب معه بينشد الرجال كله كله هذا ما هم الا هذا اللي عندي وش بعد تبي مطبخ طابخ اكل هم طبخ عوش اخوان